تقدم وزارة الصحة ووقاية المجتمع منحة دراسية لطلبة الثانوية العامة المواطنين من الجنسين، ويقوم هذا البرنامج بتبني طلبة وذلك عن طريق ابتعاثهم لإحدى الجامعات التي توفر برنامج البكالوريوس في التمريض في الدولة. مميزات الابتعاث: تتكفل الوزارة بجميع الرسوم الدراسية وتكاليف السكن والمواصلات المستحقة للطالب. يصرف للطالب بدل نقدي شهري يبلغ 4500 درهم. شروط القبول: أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطالب قد أنهى مرحلة الثانوية العامة بمعدل 70% في القسم المتقدم أو 75% في القسم العام، استيفاء الطالب شروط الالتحاق المعلنة من قبل الجامعة أو الكلية. انضموا الآن إلى برنامج الابتعاث من وزارة الصحة ووقاية المجتمع. هاتف رقم 06-594-2611 أو 06-594-2600. البريد الإلكتروني education.tdc@moh.gov.ae أو زر موقعنا www.mohap.gov.ae.